يضطر المرضى الفلسطينيون إلى النزوح قسريا من رفح الفلسطينية التي كانت تعد مكانا آمنا قبل أن تقتحمها القوات الإسرائيلية. واضطر المرضى والعاملون في مستشفى أبو يوسف النجار إلى الإخلاء بعد بدء العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية. معاناة تلو معاناة تحت وطأة نيران الاحتلال الإسرائيلي، يضطر المرضى إلى النزوح قسريا من مستشفى إلى آخر، ولكن هذه المرة من رفح الفلسطينية التي كانت تعد مكانا آمنا قبل أن تقتحمها القوات الإسرائيلية. أصحاب الأمراض المزمنة في غزة يصارعون الموت مع عدم توفر المستشفيات والأجهزة اللازمة، وبالتزامن مع نزوح المدنيين اضطر مرضى غسيل الكلى الذين تم إجلاؤهم من أحد مستشفيات رفح الفلسطينية إلى اللجوء إلى مستشفى ناصر في خان يونس القريبة في جنوب قطاع غزة. كنا هامنين هام بصراحة، يعني هذا اليوم اللي يدخل فيه إسرائيل يسيطروا على المستشفى ويعمل عملية إخلاء، فكنا هاملين هم كبير وهذا حصل. فطبعا صار الواحد في البيت يفكر وين نروح. كما اضطر المرضى والعاملون في مستشفى أبو يوسف النجار إلى الإخلاء مع بدء العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وكان المستشفى أحد المراكز الطبية الرئيسية التي تستقبل جرح الغارات الإسرائيلية على جنوب مدينة غزة، إلا أن مستشفى ناصر هو الآخر أصبح في حالة سيئة بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية المركز الطبي في الأشهر الأخيرة، وتم العثور على مئات الجثث مدفونة خارج المستشفى. اليوم توقفت الخدمة في مستشفى أبو يوسف النجار، خدمة غسيل الكلوي توقفت بالكامل في مستشفى أبو يوسف النجار. النتيجة أن المرضى أصبحوا بلا مكان لغسيل الكلى، اضطرنا في مجمع ناصر الطبي. طبعا كما رأى الجميع أن مبنى غسيل الكلى أو مركز غسيل الكلى مركز هند الدغمة قد أحرق بالكامل ولا يمكن إعادة ترميمه في وقت قصير، فاضطرينا إلى إنشاء قسم لغسيل الكلى بالإمكانيات الموجودة والإمكانيات المحددة باستخدام محطة تحلية قديمة وإصلاحها وإعادة التشغيل قدر المستطاع. مآسي عدة يواجهها المرضى في القطاع المدمر من نقص للعلاج والغذاء بجانب منع وصول المرضى إلى تلك المستشفيات لتزداد الأوجاع التي يعانون منها يومياً.